أهلا بكم وحلقة جديدة من خمسة رياضة مع علي بركة في راديو الأهرام. النهاردة استرعى انتباهي تصريحات للنجم المصري العالمي محمد صلاح، بيقول فيها أنه مسألة تجديد عقده مع نادي ليفربول هي مسألة حساسة جدا ولا يجب أن تهم أحد سوى المعنيين بيها. الحقيقة التصريحات دي بينت لي ان صلاح فعلا حقيقي صار شكلا وموضوعا لاعب عالمي، لاعب فاهم كويس قوي يعني ايه اللي يهمه هو كلعيب وايه اللي يهم الجمهور. احنا عندنا في مصر الحقيقة ما عندناش الخط الفاصل ده، هتبص تلاقي لما يكون لعيب بيحاول يجدد عقده زي ما حصل مثلا مع فرجاني ساسي، احنا قاعدين الدنيا كلها مقلوبة، فرجاني حيمضي، لا فرجاني حيقعد، لا فرجاني حيمشي، لا فرجاني، وكلام كتير جدا جدا وبقى دمه تقيل وما بيوصلش بكل اسف لحاجة في الاخر نهائية. محمد صلاح بهذه الجملة اللي هو بيقول فيها لا يجب أن يهم أحد سوى المعنيين بالأمر، أنا بتصور إنه هو كده هو قطع الطريق على وسائل الإعلام وعلى الرأي العام، يعني بيقول لهم إحنا موجودين بندي النادي كل همي إنه ليفربول اللي هو فريقه يحصل على الرباعية هذا الموسم، مفيش حاجة تانية المفروض إنها تشغله وتشغل الجماهير سوى هذا الموضوع. محمد صلاح لمزيد من العلم انه هو بيعمل في مجال العقارات في ليفربول، بيكسب يعني مبالغ مهولة، ربنا يبارك له ويزيد من فضله، وده بيخليه طبعا لما يجي ينتقل لبلد اخرى، انا اعتقد يعني من معلومات من داخل اسرة صلاح انه صلاح عنده مشكلة كبيرة جدا، عنده بنتين والبنتين بيتكلموا انجليزي، وصعب جدا ان هو يروح اسبانيا او فرنسا يلعب هناك حتى لو كان حيعمل مجد جديد. الأضمن له إنه هو كان يبقى في إنجلترا ويبقى في ليفربول تحديدا اللي فيها مجال عمله البيزنس بتاعه، إضافة إلى إنه ولاده متأقلمين تماما مع الحياة في إنجلترا ومع اللغة، وده بيمكنهم من إنهم يكونوا في الدراسة بتاعتهم يعني متفوقين زي ما بنسمع كل يوم عما يلقى من ترحيب ومن حب كبير جدا في المدارس بتوع بناته. يعني تجيبها يمين تجيبها شمال، هو صلاح أصبح مرتبط بالحياة في ليفربول. وعايز أقول لحضراتكم كمان إن صلاح أنا بعتقد إنه هو وصل لمرحلة يعني ممكن صيغة تفاهم حاجة بسيطة جدا والاتنين يوافقوا خلاص، لأنه هو طالب بياخد 450 ألف جنيه استرليني كل أسبوع، وأعتقد إن اللي معروض عليه 400 ألف جنيه استرليني، يعني حتى لو ما خدهمش كلهم 50 ألف جنيه استرليني أنا بعتقد إنه يعني مبلغ زهيد ولا يستحق بالنسبة لما حصل عليه صلاح من شهرة ومجد ونجومية انه يروح نادي تاني ويبتدي من اول وجديد، ويا نفع يا منفعش، يا نجح يا منجحش، وامامه تجربتين اعتقد ان هما في غاية الاهمية امام عينيه. تجربة ميسي لما ترك نادي برشلونة وراح باريس سان جيرمان لم يحقق المجد المنتظر منه، كذلك لاعب رونالدو اللاعب البرتغالي رونالدو كان حاجة كبيرة جدا في ريال مدريد، أخذ بعضه وطلع على إنجلترا ولم يحقق للآن النجومية اللي كان بيحظى بيها داخل ريال مدريد. يعني باختصار شديد جدا ان الايام القليلة القادمة سوف تحسم الامور، ونتمنى انا كمصري وكعربي اتمنى انه محمد صلاح يظل في ليفربول النادي اللي منحه الثقة ومنحه الطمأنينة ومنحه المجد والشهرة وجعله افضل لاعب في الدوري الانجليزي 4 مواسم. شكرا.